فيديو النهاردة هنعمل حاجة أولادنا بيحبوها جدا، وهي تشيكن وينجز، أجنحة الدجاج، وإزاي هتطلع مقرمشة وحلوة قوي. وهوريكي كمان إزاي نعمل صوص البافلو المميز اللي طعمه هيكون أحلى من أي مطعم بنروح. فعلا طريقة سهلة وبسيطة قوي، والأجنحة هتطلع معانا مقرمشة زي ما انتوا شايفينها كده، وصوص البافلو مميز قوي وسهل، وسهل انك انت تعمليه في البيت. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. جبت 1.5 كيلو تشيكن وينجز وغسلتها حلوة وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. نبتدي نحط التوابل بتاعتنا، واللي هي كانت عبارة عن معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة بودرة ثوم، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة بابريكا، معلقتين كبار شيلي صوص لو انتي حابة الحاجة تبقى سبايسي. هنقلبهم حلو قوي، ونسيب التشيكن وينجز بتاعتنا في الخلطة دي او التوابل اقل حاجة ساعة. نعمل بقى الخليط السائل بتاعنا اللي هنحط فيه التشيكن وينجز قبل ما نقليها، وهو عبارة عن كوباية دقيق، ربع كوباية نشا، معلقة بيكنج باودر، وتوابل عبارة عن ملح، فلفل اسود، توم باودر، بابريكا. نقلبهم كلهم مع بعض، ونروح ضايفين عليهم 1.5 كوباية ميه، ونقلبهم حلو قوي. الخليط بتاعنا بيكون سائل زي ما انتوا شايفينه كده بالظبط. نحط الزيت على النار، ونجيب الوينجز، ونجيب الخليط السائل بتاعنا. نمسك الوينجز نحطها في الخليط السائل، وبعد كده هنروح حاطينها في الزيت. الزيت بتاعنا لازم يكون ساخن. نحمر الوينجز كده نص تحميرة، يعني نص سوا، مجرد تاخد لون كده، ونروح مطلعينها. ونروح نقلب كل الكمية. هتكون الكمية الأولانية بردت، يعني تقريبا هتكون فات عليها 15 دقيقة، ونروح نحمرها مرة تانية عشان تاخد اللون الجولدي الجميل. الطريقة دي اسمها دبل فراينج، يعني بنقلي الوينجز على مرتين علشان تدينا القرمشة اللي احنا عاوزينها. هتكون مقرمشة حلوة جدا، وتاخد اللون الجولدي الجميل اللي انتوا شايفينها ده بالظبط. نخلص الكمية كلها ونبتدي نعمل الصوص بتاعنا. صوص البافلو عبارة عن كميات متساوية من الزبدة السايحة والصلصة الحارة. جبت 4 معالق زبدة وسيحتها في الميكرويف، ورحت ضفت عليهم كمان 4 معالق شيلي صوص، معلقة صغيرة خل، معلقة توم باودر، بابريكا، ملح. قلبتهم كلهم مع بعض، ورحنا بعد كده جبنا التشيكن وينجز وحطيناها في الخليط ده. مش عاوزة اقول لكم قد ايه التشيكن وينجز طعمها مميز جدا مع البافلو صوص، فعلا مميزة وطعم لا يعلى عليه. نعمل الكمية كلها، وكده عندنا احلى تشيكن وينجز مع البافلو صوص، ومعانا كمان تشيكن وينجز من غير بافلو صوص. يعني الطريقه دي حلوه جدا علشان تعملي بيها اجنحه الدجاج المقرمشه المميزه. جربيها بالبافلو صوص او من غير، فعلا التشيكن وينجز طعمها حلو قوي ومميزه جدا. جربيها، واشوفك مره تانية مع حاجه جديده، ويلا باي.